je souhaite. Que je ne souhaite pas, mais c'est un là ce que je souhaite. Mais c'est un lit un là. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je ne suis pas ce que je suis. Le verbe suivre. D'abord, ça. Voilà, qui va se tuer les lettres, d'ailleurs. Eh, moi, il m'a rassuré. تبارك الله عليكم تبارك الله على الاخ البشير اخوه البشير محسن ترجمه جيده من عندك الاخ البشير محسن اللي كتوجعنا مباشره من مدينه بن احمد والاخ عبد القادر كيفاش كتشوف الاخ نعمان الترجمه ديالو نعمان اش نقول لك غني على التعريف واحد لاجون اللي كنقولوا ليه كاليخون بغى يولي بطل ولكن عمره ما غيكون بطل عرفتي علاش لان اكبر مخرميز على وجه الارض شتو حياتي انا بعد تعطيه الكوب ماني مرض اللي عطيتي تعطيه الكوين كيلعب بلا تخسر انا مأكد منه وهو العام جاي وغتشوف ومصمرك بان الهضره كنقول صحيحه علاش سالا ماشي حيت مخير ميس قلت عبد الحمام سالا الحمام اش كتقول في الكلام ديالك الاخ سول عبد القادر واش عندي الحمام بعدا الطوب ولا لا عاود رجع لي واخا الحمام الا نقول لك طوب طوب الورقه اللي غتقول والطريقه اللي غتقول لك باقي الحمام ما مجربش يلا غتجرب لا 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 الفيس مجرب ديال هذا الفيس الفيس ضرب عندي هذا ماشي عندي انسساس حق ضربو انت حقق اخويا انسساس في الشبكه في 20000 حمامه شوف 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 لي بروميير افتتاحات اسمح لي غادي ترسيب الفيس عاد ما نضرب شوف الثقه في الوثيقه الله يرحم لك الوالدين سالات الحفله انت غتلعب وغتشوف عماد بطل والشرح الشرح ديال كلمات بطل شنو شرح كلمات بطل في اللغه واش بطل بدون رقبه تساوي بصل البطل لا البطل البطل في اللغه الشرح ديالها بطل هو انسان لا يقبل الهزيمه الانسان الذي لا يقبل الهزيمه هو بطل يكافح كيبقى مقاتل تلف واخا خاسر قلبو خلى على الماء هذا بطل لا يقبل الهزيمه والاخ نعمان راه مديكلاري من الاوائل في الجمعيه البيضاويه ولما لا عصمه مدينه الدار البيضاء في مسابقه ديال مدينه الدار وان شاء الله شوف هاد العام غادي نصمم معاهم باذن الله بجهد الله عز وجل شكون هما الناس اللي غادي تحطمهم هاد العام اولهم اللي طحنتي فيه اولهم عبد القادر فيصل ديك اللي هي غنكرط عليه زين والله يعني مختفون زين هو ثاني حاجه سيدي كنتمنوا التوفيق جميع الموالي وسي البشير وسي البشير اللي كرمنا مباشره كنشكروا العائله ديالو على زعما التعب اللي تخسخوا معنا الله يرحم لهم الوالدين حسن الضيافه والله يجازيهم بخير الله يقوي عليهم خير حسن الاستقبال وكرم الضيافه والاخ غتزيد شي كلمه الاخ بصاص وزيد اخو الله يسر الجميع انا عماد كنقول لي واحد الحاجه ما يخرمش يربح هو مخرميز راه ما غيربحش وهذه 4 سنين ولا 6 سنين وكنحلف لي بالله ما غدير والو وما كيدير والو ودعم هاد العام هذا راه بين هاد الموسم هذا راه بين على القدرات ديالو في مسافه طويله طلقه وحده في الاخر ختام غير ختام ومسك استاذ ما تلقى غير طلقه وحده في تروازيام مسكين راه الله يحفظه الحمد لله تروازيام في جمعيه البيضاوي احسن في احسن جمعيه في المغرب سبقتي في جمعيه البيضاويه وما كاين دك دك قولنا شكون اللي سبقتي في جمعيه البيضاويه جميع اصحاب اصحاب الكونس فيزوم لي فوديت ما كاين دك دك مختفون عمري ضيع كتلقى انا سبقتك فيها السي محمد ونشوف واحد البطل المدينه ديال بن احمد ولا غادي يقول لنا شي كلمه في حق البطل البطل ديالنا اخ البشير واخ بيصاص عماد والاخ بالعيد كنشكروكم على حسن الضيافه ديالنا ديالكم في بن احمد ومرحبا بكم في بن احمد نعم الاخ بيصاص تحيه الاخ ديالي رشيد النعمان وتحيه السي هشام الراجي والاخ الكوماري وجميع الموالي اللي نسيناهم واللي تقدر الله يعمر لهم الدار هاد الناس راه كره ما كرمونا مرحبا بكم وشكرا على الزياره ديالكم الله يكرمهم انا راه انا راه شوف بلاتي بيصاص صاحبي الله يحفظك ندوي مع بالعيد دقيقه انا كنشكر الاخ بيصاص والاخ عماد والاخ العزيز بالعيد اللي تحملوا
مشقات السفر وشوف باش يشوفونا هنا في البلاد ومرحبا بهم وكنعاودو نشكرهم والله عشر خطواتهم والله يجازيهم بخير وكنقول لك السلام ديالي سعيد قبة وكنواسي في نواسي من هاد البلاصة هادي الله سمعتها قالوا لي الدراري وما عنديش التليفون ديالي وكنقول لي البركة في راسو والله يعوض محبتها صبر كنسلم على الأصدقاء ديالي الراجي هشام وعلى كوماري وعلى جميع الأصدقاء اون جينيرال كلهم كاملين الحمد لله وواحد تحية واحد عزاء مباشرة من مدينة بن حمد ومع هاد الأبطال هادو اللي كتشاهدوا معنا في الصورة باش نقدموا واحد التعزئة للبطلة قبة سعيد بالوفاة الأخ ديالو منذ يومين وإنا لله وإنا إليه راجعون ونخليو البصاص عبد القادر هو اللي غيعطينا شي كلمه في حق الاخ قبه سعيد. واه جيب لنا كيفاش غنجيب الحق قبه سعيد راه معروف في الساحه ديال الحمام وراجل بمعنى الكلمه وكنعزيو بالاخ ديالو ونتمنى والله يتغمدوا بالرحمه ديالو والله يسخر ليه وان شاء الله هذا العام غيقول الكلمه ديالو. وهالشي اللي كاين وكما كتشاهدوا معنا في الصوره واحد التحيه للبطله قبه سعيد مباشره من مدينه بن حميد معكم في العيد منتقي الناطق الرسمي لعصبه مدينه الدار البيضاء الكبرى لحمام سباق نستودعكم الله والى اللقاء في مناسبه قادمه بحول الله ومع جوله اخرى في امان الله.